سهرات رأس العام في تونس كونسيبت تثبت ووليت الوتلة تتنافس بشكل كبير على جلب أهم النجوم باش ينشطوا سهراتهم. التواول أسعارها تتفاوت حسب عدد نجوم النزل وحسب حجم وجماهيرية النجوم اللي باش يغني. أكبر السهرات كانت سهرة المنستير، لمت النجوم وتميز فيها صوت الفنان السوري نور مهنا اللي كان نجم السهرة. في رأس العام يتنافس النجوم في أزيائهم في عدد حفلاتهم، البعض منهم لازم يكون موجود في أكثر من سهرة في نفس الوقت. عدد العروض يبقى ملفت للثلاثي شمس الدين باشا، زازا ونورشيد. في قمرت السهرة الكبرى كانت للفنان صابر الرباعي في قاعة ضخمة، عمل المطرب التونسي عرض استثنائي جمع ما بين الجو التونسي وأغانيه الناجحة. سهرة 31 ديسمبر تميزت فيها أسماء بن أحمد الفنانة التونسية، كانت فراشة ليلة رأس العام. جو كبير في الحمامات مع سعد الصغير الفنان العربي المعروف الوحيد اللي تنقل تونس من مصر في رأس العام، وقت اللي أهم النجوم العرب اختاروا يغنيوا في عواصم عربية أخرى أكيد تدفع لهم أكثر. سجل عودة مميزة لصوفيا صدق اللي عملت حفلة كبيرة في الحمامات مع الطرب والجو التونسي. النجمة التونسية كانت في أحلى حالات. في سوسة العينين الكل كانت على سهرة مميزة، سهرة يسرى محنوش، حفلة سولد اوت. يسرى تكمل نجاح حفلاتها عام 2017 وتدخل مع جمهورها الكبير عام 2018 بتميز ملفت. هذه الأجواء في الليلة الفاصلة ما بين 2017 و2018 وقت اللي البعض قرر انه يسهر في الدار خيار وإلا ضرورة لأسباب اقتصادية، برشة توانسة فضلوا رغم الأزمات والزيادة في الأسعار اللي بعضها بدليلتها أنهم يشريوا الفرحة والجو في وقت التونسي محتاج فيه لكل نوتة إيجابية في الحياة.